مرحبا يو جايز. الفيديو اليوم هو تشتشت جتد ويز مي، يعني انا عم بعمل ميك اب، بدي احكي لكم عن موضوع معين. والموضوع اللي احكي عنه اليوم هو ريكوستد من فولورز عندي على انستغرام، اللي هو توكينج اباوت توكسيك ريليشن شيبس. مش عم بحكي عن حبيب توكسيك، لانه بس نقول توكسيك ريليشن شيبس دغري راسنا بيروح عن حبيب توكسيك، بس اليوم رح احكي عن فريندشيبس توكسيك، وحتى عن فاميلي ممبرز توكسيك، ريد فلاجز، كيف نظهر من هدول المواضيع ونتخلص منهم باسرع وقت based on my experience. بس قبل ما بلش بالفيديو، اذا انت جديد لكم مرحبا ويا اهلا وسهلا فيكم. انا اسمي ريبيكا، انا حدا كتير بحب الميك اب ملون. اليوم ميك اب تبعي ما انه كتير ملون، لانه I did a look كان نهار عند الشغل، so I did only my eye makeup. وحكيت الفولورز على انستغرام and it was highly requested نعمل recreation، so I'm gonna be recreating اليوم. It's a very easy eye makeup. بحب أعلمكم تعرف تعمل ميك اب تبعكم أحيان أسرع products أو بجرب فوق تشير ألوان على حياتكم على الميك اب تبعكم. قبل ما نبلش بديكم تنسوا تعملوا لايك كومنت and subscribe، دو جرس هون، حط كلمة subscribe تما تقفل أي فيديو، لما نطلع لكم 2 videos per week. So اليوم أنا رح أعمل معكم just the eye makeup، بعدين بعمل the face makeup ومننهي الفيديو تحت ما يكون الفيديو super طويل. Usually chit-chat gathered with me هني فيديو بتصور once، so I'm صور once مش عارف هذا الشيء، بس هني usually فيديو ما بنعمله editing. بس بما أنه ما بدي يطلع الفيديو super طويل، أبدأ أعمل full face of makeup. Just gonna do the eyes معكم، بخلص the face makeup وبرجع to finish the eye makeup and made it تحت وننهي الفيديو. Okay so لحط لكم products على screen. أنا عم صور على ضوء طبيعي، I'm not in my usual filming area. والبرودكتس كانوا عم بستعملون هني من Project Plan، لحط لكم Project Plan 2022 بزي بتسكريب بخانت المعلومات تحت in case you are interested. لحمل بس هيدا العين معكم. The other eye I will do it off camera تحت ما يطلع الفيديو super طويل. So حتى نرجع لموضوعنا عن toxic relationships، نحن دغري بس نقول كلمة toxic relationships دغري بتخلص فينا نحن الأمور، إنه نحن عم نحكي عن a toxic boyfriend, toxic girlfriend, toxic partner. بس نحن ما بنعرف إنه أكتر toxic relationships نحن منعيني منهم هني تنكون نحن فرد من عائلتنا، أو حدا من قريبيننا قريب منا، أو حدا من جيراننا معارفنا أصحابنا، يعني نحن نعتبرهم رفقة ونوثق فيهم نحن نخبرهم أخبارنا هن التوكسيك بيبل. سو نحن على طول في عنا فكرة أنه الرفقة ما بيأذوا قد الحبيب. guess what، أكتر أذية أنا عشتها هن من وراء الرفقة مش من وراء حبيب قطع بحياتي. So بالنسبة لي عن التوكسيك ريليشنشيب ك family members، تكون تعرفوا في شغلة أنا قريتها مش من زمان، بتقول إنه العالم يلي هن بحياتنا أكتر عالم بيهجمونا وبينتقدونا وما بيدعمونا لسبب واحد، وهيدا عن جد it was eye opening بالنسبة لي، إنه عقلهم ما بيستوعب إنه اتنيناتنا بلشنا من نفس المحل بس هن بعضهم بنفس المحل. سو كرمال هيك نحن ما عنا support كتير من العالم اللي حوالينا، بس عنا support من عالم completely strangers عنا، لأنه هيدول العالم ما بيعرفوا الباكراوند وما بينزعجوا إنه أنا أو هيدا الشخص بلشنا من نفس المحل، بس ليك هو وين صار ليك أنا وين صرت. سو هيدا الشيء أكيد بيزعجنا نحن كوننا بشر، كوننا we like to be loved, we like to be supported. Okay, so أنا رح أعطيكم example عن a toxic friendship أنا كنت فيها. أنا شخص على فكرة، أول شيء وقت تكونوا أنتوا شخص ما عندكم استقرار جواني، ما عندكم ما تكون متصارحين مع حالكم، you need approval من كل العالم اللي حواليكم، وهيدا الشيء غلط أكيد. أنا كتير بنصحكم وقت تكونوا أنتوا بهيدا position to seek for help من حدا professional. إذا مش قادرين في كتير كتب فيكن تقرون بيساعدوكن حتى أنتو تتخلصوا من هيدا الشيء، حتى أنتو تطلعوا من هيدا الشيء. ومش غلط إنه الشخص يعترف إنه أنا عندي نقص، بالعكس وقت أنا أعترف أنا عندي نقص أنا عم بحل ثلاث أرباع المشكلة وعم بطلع حالي من هيدا الموضوع. سو أنتو وقت تعترفوا إنه عندكم نقص منكن غلط، بالعكس انتو عم تساعدوا حالكم تطلعوا، لانه كلنا نحن بدنا نكون بيوم من الايام احسن ونحسن وضعنا. يعني ما حدا بده يكون بمطرح
in any toxic relationships، وانتوا قد تكونوا عم تتحملوا any toxic relationships هيدا لانه انتوا عندكم نقص جواتكم، لانه انتوا بتفكروا انه هيدا هو النورمال. It took me تحت انا اكون بعلاقات صحية مثلا مثل زواج، مثل family members، علاقات سوبر صحية معهم سوبر بتنميني، تكتشف قديش العلاقات البقوي كانوا toxic، لانه نحن نكون فيهم ما منشوفهم قديش هن toxic بس نطلع منهم actually بننتبه قديش هن toxic. So أكيد أنا عندي كل عنا فيها الخير والبركة، بس بتكون تعرفوا إنه الأبيوزرز بيتلقطوا بالعالم يلي عندهم النقص، and they do live out of this. إن كانوا family members بشرب لكم قريبين من المحيط تبعكم، and especially friendships. So أنا وقت أكون بعلاقة صداقة مع بنت وأنا كل مرة بدي أجي أخبرها همومي، هيدا البنت بتوقفني بنص الطريق وبتقلي بس ما أنا لو بتشوفي أنا اللي صاير معي، طب بس it's not your time. كل شيء بالحياة هو أخذ وعطاء، أوكي؟ so تذكروا عطول هيدا الجملة إنه الدنيا كلها أخذ وعطاء. Everything in life is two way street. بعطيكم تعطوني، أوكي؟ مش غلط إنه تكون أنا قاطعة بمرحلة عم بتلقى أكتر ما عم بعطي، أو أنا مش عم بقدر أعطي أي شيء. مش غلط كن بمرحلة، مش غلط انه انا كن الشخص اللي مقبيلي بمرحلة مش قادر يعطيني لانه عنده كتير مشاكل وهو بحاجة لماي سوبورت، هذا شيء كتير طبيعي، اوكي. بس الغلط اذا تكون العلاقة كلها بتاخد 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 ما بتعطيني، يعني انا هذا الشخص ما بيحكي بالمرة الا وقتها بده يكب همه عندي. باي ذا واي ما بعرف سألتكم صور طبيعي والدنيا مغيمة. So anyway عم بعمل هيلو افكت. So وقت أكون أنا بعلاقة أنا ما فيي بهيدي العلاقة كفرنشيب عم نحكي اشكي هم من وأنا مزعوجة، أوكي؟ يلي هو أبسط شيء. أنا وقت أكون متضايقة بروح بحكي حدا من أفراد من عائلتي، بروح بحكي حدا من أصحابي، بس أنا وقت أكون بعلاقة ماني قادرة أحكي حدا، او وقت ما نقدر احكي هذا الشخص كل ما بدي احكي بده يوقفني على حد ويسخف اللي انا عايشته، يقول لي ما انا لو بتشوفي انا شو قاطع علي، it's my time تحت انا في الشرق خلق لما انا اللي قاطع بشي، I don't freaking care انتو شو قاطعين فيه. and recently I had a friendship هيك، and that friendship did end up لانه هذا الشخص didn't attend my wedding لانه عملت لي حجة انه نزل علي انا يزك، which is not the point. بس انا هذا الشخص كنت عطول supportive لألو، and when I was at my crappiest time كنت كل يوم عم بتأكد انه انا اطمن على هذا الشخص لانه that person means to me. بس اكتشفت انه unfortunately I don't mean for that person. وكتير بتشرح وقتها انتو تكتشفوا بالصداقة اكتر من الحب انه انتو هيدا الشخص اللي خصصتوا له كتير من وقتكم. You don't mean nothing to them. لانه تخيلوا انتو الحبيب وقت تكون انتو بعلاقة مع حبيب اكيد انتو عم تعطوه حب، عم تعطوه كتير قصص، بس انتو you don't open up مزبوط الا لفاميلي ممبرز and لرفقة. So when you open up لشخص ما بيستاهل، it hurts way 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 more عن انه it hurts عن انكم تكونوا عم تحكوا عن حبيب عطتوه شيء وما بدلكم هذا الشيء. سو انا اذا بتطلع لورا على العلاقات توكسيك بحياتي، ايه انا كتير ما كان عندي قيمة لحالي، وايه كتير خليت عالم ما بتسوى تفوت بحياتي، بس اذا بتطلع على علاقات يلي اكتر شيء اذتني، I don't remember loved ones. ما بتذكر الشاب اللي كنت معه وقتها، أنا ما بتذكر البنات يلي كانوا رفقاتي. and أنا من الأشخاص يلي وقتها أنا أعطي سري لشخص، أنا هيدا الشخص عم بوثق فيه وعم بعطيه سري، وأنا هيدا الشخص وقتها يعطيني السر مش قصة إذا أنا معه be in a friendship أنا هيدا السر ما بخبره لأنه نحنا we're friends، بس نبطل friends I have the right نخبر عن أسراره. بالعكس أنا ما عندي الحق أحكي عن ولا أي سر عن حدا لا هلأ ولا بعد 100 سنة، لأنه هيدا السر وقت نعطاني لإلي ما نعطى للعالم. واللي أكتر شيء بيجرح بهول العالم إنه وقت طلعوا من حياتي
أنا اللي بعرف a lot of dirts about them لأنه وقتك تجي أنا تحت خبروني عن حالي قطشوني بدي يخبروني عن حالهم. وقت بطل بحياتي بلش يحكوا لك يمين وشمال هن it did hurt way way too much. الشاب شو بده يحكي عن البنت تاكسي ظهرت معه سوري على الحديث نمت معه في you can prove إنه it didn't happen medically you can prove إنه it didn't happen. بينما بالصدقات وقت انتو تخبروا السر لشخص وهذا الشخص يقدر هيدا السر ويزيد عليه كتير unfortunately you cannot redeem yourself. وللأسف وقت ينشر عنكم حديث من عالم كانت هالقد قريبة منكم and you are in a toxic mindset عن حالكم انتو منكم بمنتاليتي انكم تدافعوا عن حالكم لدرجة انه تقدروا توقفوا لانه guess what انا اذا بدي اوقف دافع عن حالي بكل هالعلاقات انا حدا لانه كان عندي جروحات من جوا كنت aggressive toward people so وقتا كنت aggressive مع هيدول العالم مع كل العالم اللي حوالي كنت فاكر انه اللي متقبلني مزبوط واللي بيحبني مزبوط هن العالم اللي هن رفقاتي اللي they weren't بس انه anyway so already انا سيتي كشخص محبوب لانه انا عندي كره لحالي كتير من جوا ما كان achieved so وقت هيدا الشخص unfortunately يحكي عنكم بالعاطل العالم رح بتصدقوا knowing انه انتو مظلومين بس لانه you do react differently عن العالم لانه عندكم كره جواتكم so كمان family members I had a lot of toxic family members لأنه أنا كنت جواتي من الأشخاص يلي بستحي بي شكلي لأنه أنا ناصحة I had a lot of health issues و some of them عم يرجعوا لي بس بشكر الله أنا بعدني أحسن بكتير من ما كنت قبل بس ولا مرة حدا كان يسألني أنت كيف غير كانوا ينتقدوني I was aggressive toward my family أنا إذا بتشوفوا حدا من قريبين تسألوا عني ما رح أقلكم ريبيكا مثل ما أنا رح أقلكم ريبيكا اللقيمة اللي كانوا يشوفوا لأنه هن they did let that out of me أنا ربيت بجو كبيت كتير في حب برات البيت العيد الأكبر ست وجد أهل الماما كانوا super اتسينوا بعده بس everyone around ما يتل ماما ما يتل بابا we weren't that love that loved لأنه because of some family troubles يلي أنا مخصني فيهم إخواتي مخصني فيهم and أنا اللي بعرفني أنه أنا مني شخصيتي أنا هلا رجعت لي يلي كانت شخصية الولد الصغير يلي ما بيقبل ينكسر أنا بعد نفس الشخص بس it was hard for them to accept that لأنه نحن جايين من عائلة فقيرة so I had a lot of toxic people around me so هيدول العالم هن اللي ساعدوا تيتكون هيدا الشخص يلي aggressive so ما في حدا بالكون نفسيته بشعة ما في حدا بالكون فظ ما في حدا بالكون مأذي ما في حدا بالكون هدفه يجرح ما في حدا بالكون ما حدا يقنعني انه ما في انه الانسان منه معمول من طينة نظيفة كلنا معمول من طينة منعقد الفرق انه نحن بنقطع بمراحل بحياتنا بتأثر علينا unfortunately bad friendships and bad influence من اللي حوالينا بيأثروا علينا وبيخلونا نحن نتغير okay so إذا أنا حكيت حيالله شيء حسيتوا إنه it did hit hard بالنسبة لكم بهيدا الفيديو هيدا الفيديو is for you تتعرفوا إنه أنتوا ما لكم غلط إذا أنتوا بعلاقة مع حدا حيالله حدا بحياتكم عطول لو شو ما صار بيحطوا الحق عليكم وانتو ديب تاون تعرفوا انه انتو ما عملتوا شي غلط بس انتو عطول بمرحلة
كلمة سوري 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 على طول، إن أنا إذا فتحت الباب بقول سوري، مش إنه أنا ما، أو مثلا افترضنا في هوا وطبش الباب وما لحقت بقول للكل سوري كنت وين غلطت. أوكي سو إذا أنت بمرحلة you stuck at saying sorry لكل الأشخاص non stop، إذا أنت بمرحلة you cannot accept any compliment، يعني إذا حدا إجا قالكم هيدا الشيء كتير حلو ما فيكم تقولوا thank you، أو إذا قلتوا thank you بتقولوا بس، you are at a level that you need help، you need help من حدا professional أو you need help في، إذا أنتوا بتأمنوا بالديانة المسيحية في كتاب اسمه ضع الله يكمل شخصيتك، بتلاقوه بمكتبة البوليسية بجوني، هو كتاب عليه حدا عم يعمل فخارة وهو كتيب منه كتاب، هيدا من الكتب قبل ما أنا was seeking professional help وما عندي مشكل أحكي بالموضوع أنه I did لأنه I did help a lot، هيدا الكتاب من الكتب يلي ساعدني كتير لأنه هيدا الكتاب خليني أرجع، هو مقسوم لتشابترز صغار سو كتير هين وبخليكم تعملوا اكزرسيس سو بخليكم ترجعوا لمراحل بحياتكم and he ask you some questions، بخليكم انتو تجاوبوا عن هيدول الأجوبة وبقلكم لو انتو هلأ كيف كنتو بتحلوها سو it does help، مش انه شوي a lot a lot، ما بعرف في الديانة الإسلامية إذا في شي هيك، هلأ مش غلط إذا انتو مش دين مسيحي تقروه بس هيدا الكتاب أكتر فوكست على شخصية يسوع سو إذا ما عندكم مشكلة تقروا هيدا من أكتر الكتب، هيدا الكتاب الكتيب صرت عملته كذا مرة لأنه we always have something جواتنا مضايقنا and we need help فيه سو بيساعد كتير وكتير كتير بنصحكم فيه، وهيدا صراحة عن جد الكتاب يلي it did change my life، أنا وقتا بلشت أقرأ لهيدا الكتاب عن جد it was a turning point بالنسبة لي، بلشت تفتح عيوني it took me years من بعده حتى اكتشف كل toxic relationships وقفهم إن كان friendship إن كان family members إن كان بالsurrounding تبعي بقدر أكون أنا شخص قوي and stop everything anyway I'm all over the place ما بعرف شو حكيت لح أعمل the rest of my makeup يعني تاني عين والface makeup أرجع حتى أكمل معكم عيوني من مالي تحت and finish this video so we'll be back سو خلصت بقية وجهي كل شيء استعملته هم بروجكت بلان رح تلاقون اكيد بخانة المعلومات تحت انا ماني حاطة اي لبسك او ليكويد لبسك حاطة البلانر ان ذا بروجكت بلان سو اون ماي ليبس اون توب اوف ذا بلانر اللي عندي بروجكت بلان حاطة جوسي بيوتي فيك ما تبوسني رقم 304 واللي هو ون اوف فيفورت اوف ماين ات واز بالفيفورت برودكتس من 2011 رح تكون فيفورتس اند فيلز بلاي ليست بزيت سكرين بخانه المعلومات تحت ناو خلينا نكمل عيون مال تحت انا وعم بحكيكم سو تيكينج ذا بنسل براش رح بلش وذ ذا شيت وبعدين رح غمقه وذ ذا بلاك وان اند تيك يور تايم وذ ذيس ستيب اوكي سو بيزيكلي انتم وقت تكونوا بعلاقه او في حدا بحياتكم فاميلي ممبرز او فريندز انتم مفروض تكونوا بمطرح feeling good وقت تجوا تحكوا هالأشخاص سو انتوا وقت تلاقوا حالكم بحيالة position not feeling great من بعد ما تحكوا هالأشخاص عرفوا انه انتوا انه a very bad relationship and you should not be in this relationship لو شو ما صار so give yourself permission انكم تطلعوا و practice saying no كلمة no كلمة كتير كتير قوية so practice saying no and saying no to being abused من هالعالم لأنه هالعالم ما رح يجي لعندكم إلا ياتا يفشوا الخلقون لأنه هنا عندهم حقد وكره جواتهم يا رح يجي لعندكم لأنه بدهم حدا يسمع لهم والمعودين عليكم إنكم تكونوا أنتو الشخص يلي عطول تسمعوا له so say no وما تقبلوا أبداً 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 تكونوا بقى بهيد البوزيشن لأنه no one and I repeat no one deserves يكون بهيد البوزيشن إنه not feeling good وقت يكون عم يجي حتى يفضي همومه لشخص وشغلة بعد بدي أولى هو إنه الشخص اللي عطول عنده مهتة عقنته شو مع غيره هيدا الشخص كمان كتبوا كتير منيح منه إنه it's very toxic لأنه let's say أنا سرقه ومني مخليه حدا مني سرقته أوكي روحوا معي بالسيناريو بس أنا هيدا الشخص ما ندقى فيه ولا سرقته ولا أي مرة بس كل ما دق الكوز بالجرة أو حتى بلا ما يدق الكوز بالجرة كل ما بده يحكي هيدا الشخص بيقول لي ما كل عنا بتعرفي كنت سراقة
ما خصو هذا الشخص. اوكي سو ما تخلوا حدا على طول يهتكون. الشخص اللي على طول بهت خافوا منه. الشخص اللي مش قادر يسمعني، مش قادر يكون حد، مش قادر يشوفني عم بنجح، كل هيدول ريد فلاكس انتبهوا منهم. And be careful، لانه ما حدا، برجع بقلكم، ما حدا بيستاهل ابدا انه يكون باي بوزيشن هو not feeling good about themselves، especially وده يكون عم يلتجي للعالم يعني المفروض يخليهم يكون عم بحسوا احسن تجاههم. صح. رجع اخذ the next off topic liner in pineapple punch واوي صفات حتى يضوي العيني مزبوط بهيدي الطريقه exactly بالنص. اوكي سو تذكروا دايما relationships friendships relatives هن تكنيكلي موجودين كنا نحن نحس احسن بحياتنا لحظه قبل المسكره. سو انا وقت اكون بحياه لوحده منهم not feeling good وكل مره I'm feeling worse، هيدي ساين لقلت حتى انا اظهر من هيدي العلاقه وما اكون موجوده فيها ابدا، او اذا مضطريه تكون هيدي العلاقه موجوده بحياتي like surrounding او قريبين، اعرف اقول لا واعرف نقي حالي نقي راحتي عن انه اسكت لهذا الشخص. رح تعينوا مشاكل اذا قلتوا يس قلتوا نو، اكيد رح تعينوا من مشاكل لانه هدول الاشخاص مش معودين عليكم. هدول الاشخاص بدهم يظهروا من حياتكم you're gonna be seen as the worst person، ومثل ما قلت لكم قبل رح يرجع يحط الحق عليكم انه انتو the wrong person، والحق عليهم انه هن وثقوا فيكم، والحق عليهم انه هيك when you actually did trust them والتجيتوا انتو لقلهم and they were like the worst. أنا كيف لوات حالي هون حمراء؟ Can somebody explain? Anyway I did finish my makeup already. حطيت أنا هايلايتر بمت مع عيني وعاد متحاجبة، شرقت الشمس أنا عم بعمل بقية وجهي بس now غيمت الدنيا. Anyway I hope you did enjoy this chat get ready with me. I love this makeup. It's very easy to do. كل اللي عملته هنو I did play with shades and I did take my time blending. هو usually أنا بالحياة بيخد معي 7-8 دقايق بس لأنه كنت عم بحكي عم فسلكون I was like expressing myself شوي أخذ معي وقت أكتر. كل شي استعملته هو again من Project Pan. إذا بهمكم تعرفوا شو هني وحتى البرودكتس اللي زيادة استعملته من Project Pan حتلاقون بخانة المعلومات تحت وين بتلاقون discount codes وكتير تفاصيل غير. إذا عجبكم هيدا الفيديو حبيتوا هيدا topic you were touched by هيدا الموضوع ما تنسوا انكم تعملوا لايك لهيدا الفيديو، واكيد تتركوا لي تعليقاتكم عن كل شيء انا حكيته بخانه التعليقات تحت. واذا في عندكم شخص بحياتكم بحاجه لمساعده ما تنسوا انكم تشاركوا هيدا الفيديو مع رفقاتكم تبعتوا لنا اللينك. واكيد قبل ما تفل من الفيديو بسوا على هون كبسه سبسكرايب دو جرس دايما يوصلكم معلومات من يوتيوب كل مره بطلع لكم فيديو جديد لانه بطلع لكم 2 فيديوز بير ويك. كل المعلومات الخاصة فيي all of my discount codes all of my social media platforms رح بتلاقون بخانة المعلومات تحت especially Instagram so I'm gonna follow هونيك and keep your eyes open على Instagram stories and I have something happening always on my Instagram stories. كمان رح بتلاقوا بخانة المعلومات تحت كل فيديوز أنا عملتهم لأنكم يكون سير أحسن من الميكاب تبعكم أو regarding your makeup collection or playlist بخانة المعلومات تحت. بدي أشكركم على وقتكم الثمين اللي قضيتوا تحضروا هيدا الفيديو. بهيدا الوقت كان أكيد فيكم تعملوا كتير أساس غير بس أنتم بتعقدوا قررتوا تقضوا هيدا الوقت معي. هلا لوصل لآخر الفيديو اكتبوا لي كلمة أنجل لحظة أنجل بخانة التعليقات تحت أعرف أنكم عم تحضروا معي فيديو للآخر. أشكركم من قلبي على هيدا الشيء. I love you all وإن الله راد أنا بشوفكم بالفيديو الجاي. باي.